إذن مشاهدي محمد إبراهيم، السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. ملفات ساخنة كيناقش اليوم أزمة سمير، آخر التطورات المستجدات، مع ضيوفنا الكرام الحسين اليمني منسق الجبهة النقابية بشركة سمير والكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكدش الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومعنا أيضا السيد الراقي عبد الغني عضو في الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سمير. السلام عليكم. السلام. إذن نبدأ بسي اليمني، أزمة سمير وما أدرك ما أزمة سمير. نبغي نعرف أولا تعريف بشركة سمير. شركة سمير كما كيعرفوا المغاربة جميع والجمهور ديال المحمدية بشكل خاص، لأنه شركة تأسست في البداية ديال السنة ديال الستينات من طرف المغفور له محمد الخامس، واللي تختار التأسيس ديال هذه المعلمة بتغيير الاسم ديال المحمدية من فضلاء إلى المحمدية، وجاء في إطار السياسة العامة ديال البلاد اللي كانت على أساس التحرر الاقتصادي، وعلى أنه المغرب يمتلك وسائل ديال الإنتاج خصوصا في الهزات البتروليه اللي كان عرفها العالم انذاك. اذا شركه سمير منذ الستينات فهي تساهم في وفاء الاحتياجات الوطنيه من المحروقات ومن مواد المشتقات البتروليه كلها، واللي عاشت مراحل عديده ديال التطور ديالها من حيث البناء ديالها والتوسع ديالها سنه 170 و 82، واللي جاء التوسع الاخير سنه ديال 2009 2010. إذن شركة للمغاربة كيعرفوها جميعا، لأنه فين ما مشى شي واحد يركب على شي سيارة ديالو ولا أنه مشى يستعمل شي وسيلة من وسائل ديال الطاقة، فمن مور هاد الشيء راه كاينة شركة سمير، كاين العمال، كاين الأطور اللي ساهرين على هاد الإنتاج ليل نهار باش المغاربة ما يحسوش بأنه كاين فقر أو كاين خصص فيما يتعلق بالمواد الطاقية داخل البلاد. وهي لا سمير هي مقرونه بالمدينه ديال المحمديه، بالتاسيس ديالها عطات المحمديه واحد التوسع عمراني وبشري كبير جدا، وكذلك حواليها تاسست مجموعه ديال الصناعات ومنها على الاساس الميناء المثلي الكبير للشن ديال المحمديه. اذا فسمير هي المغرب وسمير هي المدينه ديال المحمديه. السي الراقي، انتم عضو في الجبهه المحليه لمتابعه ازمه سمير، شنو هي الجهود النضالية لعملات الجبهة؟ طيب كنشكر محمد الفرس على الاستضافة والتحية للإعلام المحلي والوطني على مجهود المتابعة ديالو الأزمة ديال سمير والأزمة ديال مدينة المحمدية، لأنه في الحقيقة هذه احنا من اللي وقع المشكل توقف الإنتاج في بداية أغسطس 2015، بادرنا كمجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية المدنية، بادرنا لتأسيس هذه الجبهة، جبهة للغاية ديالها هي الدفاع على هذه المعلمة التاريخية. نعم. كما قدمنا السيد اليمني، المعلمة التاريخية اللي هي معلمة سمير، معلمة وطنية، والدفاع الطبقة العاملة على الأجراء ديال هذا القطاع اللي هما جزء من الاقتصاد ديال المحمدية. فإذا بادرنا أسسنا هذه الجبهة هذه. أنا الحضور ديالي داخل الجبهة هو باسم فيدرالية اليسار، فيدرالية اليسار الديمقراطي. إذا وهاد الصفة هذه حنا فاعلين إلى جانب جميع القوى اللي حاضرة معنا، القوى الديمقراطية التقدمية الوطنية، واحد العدد ديال القوى، واحد العدد الجمعيات، بالإضافة للصف النقابي تاهما حاضرين بطبيعة الحال. حنا كانت أول خطوة، كانت واحد أول خطوة هي عبرنا على الحضور ديالنا من خلال مجموعة من الوقفات. إذا الجبهة المحلية نظمت مجموعة من الوقفات باش تحسس باش تعرف بالمشكل ديال توقف معلمة من حجم لا سمير بالمحمدية. نعم. من كذلك انتقلنا في مرحلة في أهم محطة عشناها وعشنا معنا مدينة المحمدية. نعم. هي المسيرة المجتمعية اللي كانت في المدينة، مسيرة قوية وحاشدة. نعم. اللي كانت في 28 نوفمبر 2015. فاذا كذلك كانت اذا هذه اهم محطه باش في الحق كانت تتويج التحسيس بسميتو بان بالتحسيس بالازمه ديال سمير والمشكل، وبان فعلا من خلال التجاوب ديال وراكم كنتوا حاضرين. نعم. كاعلام بان من خلال التجاوب ديال السكان ديال مدينه المحمديه مع هذه المسيره ومع هذا الحدث، بان فعلا انه الناس يقدرون حقيقه هذه الخطوره ديال المشكل اللي مطروح في شركه لا سمير. كذلك درنا واحد الخطوه اساسيه مزيان نعاودو نذكرو بها. نعم. هي خدينا مبادره كجبهه محليه
وطرقنا الباب لجميع الأحزاب الوطنية، المكاتب السياسية والهيئات التنفيذية ديال جميع الأحزاب الوطنية، إذا ما كانش جميع فجل الأحزاب، حيث وصلنا جلسنا مع 12 حزب، 12 هيئة تنفيذية أو مكتب سياسي ديال الأحزاب الوطنية، وزودناهم ملف حول الأزمة، وطرحنا معهم الموضوع. إذن وحنا هذا العمل هذا كان تمسوا منهم أنهم يدعموا ويكونوا حاضرين، وكلهم عبروا على أنهم يدعمونا كجمع محلية في المشروع ديالنا ديال أنه نعود ورجعوا الحياة لهذه المعلمة الوطنية اللي هي شركة سمير. وكذلك توج هذا المسلسل هذا بمهرجان ديال التضامن اللي كان هنا في المحمدية في 13 فبراير هذا 13 فبراير من المحمدية بصرح المغربية، واللي مع الأسف هنا ما حضروش، يعني تلقنا من جميع القوى اللي جلسنا معهم باش يحضروا، استعيناهم باش يحضروا باش يعبروا التضامن ديالهم مع الأسف، يعني بحال تفرزات شوية الأمور، جات فقط الأحزاب المعارضة وما جاتش الأحزاب اللي مشاركة في الحكومة وعندها ارتباط بالأغلبية الحكومية، ما جاتش. هذا سؤال نطرحه من بعد، ما كان واحد حضور كبير في المسرح التابعي. تمام، فوالا. إذا وحنا حقا لأنه كنا بغينا هذاك الموقف اللي عبروا عليه قبل يبقاو معبرين عليه، ويبقى حقيقة هو الموقف الرسمي ديال كل هيئة أو يدعمونا، بما أنه الجميع في الخطاب ديالو الجميع تيقول لك حنا معاكم، حنا مع هذه المعلمة ما نلزموش، لكن على الأرض الواقع على المستوى العملي والناس اللي في ضمن القرار اللي هما اللي يمكن ياخذ مبادرات وتنزل الأرض الواقع هما الطرف الحكومي. نعم، هما أحزاب الحكومة وهي الحكومة. مع الأسف هما ما عندوش كان شوف التغيير، ما امتلكوش هذه الشجاعة اللي انتقلوا لهذا المستوى هذا. نرجعوا لهذا الموضوع. إذا غادي نرجعوا ليه السي اليمني، في غشت 2015 بدأت معالم الأزمة المفاجئة، يعني علاش كانت مفاجئة وما أسبابها؟ صراحة احنا بالنسبة لنا نقابيين لا نسميها مفاجئة، ولكن كانت متوقعة، لأنه الموقف ديالنا احنا كنقابيين هو أنه أصلا احنا كنا ضد الخصوصة ديال القطاع ديال سمير. وفي 89 خدنا في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضراب دام 35 يوم، كان شعار ديالو هو لا للخصوصة ديال الشركة ديال سمير، بحكم أنه قطاع انفصالي واستراتيجي للاقتصاد الوطني، وبحكم أنه قطاع مربح، وبأنه قطاع كيخلق الشغل وكيقضي على البطالة في المدينة ديال المحمدية. إلا أنه عكس هذا الشيء كانت الإرادة السياسية هي الخصوصة ديال القطاع، وفعلا وقعت الخصوصة في 97. ومن بعد 4 سنين ولا 5 سنين من هذا الشيء كنا درنا ندوه في دار الثقافة علال بالعربي اللي كيتذكروا الناس 22 يونيو 2002. نعم، وكان حضروا فيه خبراء وحضر فيه الراحل ابراهام السرفاتي، وقلنا بانه يجب ان نقوم بتقييم العمليه ديال الخصوصة، خصوصا على انه كنا الامور كتمشي الباب المسدود. للاسف كذلك الناس ما سمعوش لينا، ومن بعد دخلنا في هذه المسألة من بعد الحريق ديال 2002، ومن بعد القضية ديال التنفيذ ديال الوعد ديال الاستثمار اللي في البداية ديالو عبرنا بأنه كما كيقولوا العروبية طاح، قال له خرج من الخيمة مايل، لأنه الشكل والطريقة كيفاش دار فيه التنفيذ ديال التأهيل ديال المشروع ديال المصفى ديال المحمدية كانت فيه أكثر من علامة استفهام، وهو اللي بالنسبة لنا حنايا جرنا لهذا الاختناق ولهذا الإغراق في هذه الديونية الثقيلة. واللي اعتقد حتى في 2011 كنا درنا اضراب فيه يومين، واتذكر جيدا ليله القدر ديال 2011، ونبهنا بانه من بعد ما تم الاستكمال ديال التنفيذ ديال المشروع قلنا بانه الامور مشات في الاتجاه الصحيح، الا انه للاسف في الوقت اللي كنا كناكلوا العصا من قبل الاداره، حتى الحكومه بجميع المصالح ديالها كانت يعني كانت متحالفه ضدنا وحاولت اسكات صوت النقابي، وللأسف الأخر تبين بأنه غاديين الباب المسدود هو هذا الشيء اللي وصلنا ليه. وحتى أنه قبل من الإعلان ديال الإدارة في 5 غوش ترى كنا نبهنا رئاسة الحكومة بأسبوع قبل برسالة عندنا مكتوبة بأننا نبهناهم بأنه الوضعية ديال سمير غير سليمة، وعلى أن الحكومة يجب أن تتدخل من أجل أن تبحث في الأمور فين غادية فيها الشركة. إذن بالنسبة لنا احنا النقابيين ليست مفاجأة، إنما كان متوقع، وكان ردوا على مجموعة ديال التعليقات الإعلامية اللي كتقول فين كانت النقابات. النقابات كانت حاضرة ولكن لم يكن لها لا حول ولا قوة في إطار التحالف أو التعاون اللي كان ما بين الدولة أو ما بين الحكومات المتعاقبة كلها مع الإدارة ديال الشركة. إذن غنسولك الآن، واش لها حول وقوة في هذه الأزمة؟ من هي لها حول؟ النقابات.
النقابة اللي يمكن تدير فيه اليوم هو أنه الاحتجاج هو أنه كتفضح الواقع اللي كاين هو أنه كتدفع المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم لأنه النقابة لا يمكن أن تحل محل ليست لها أن تحل حل محل الجميع. كاين البلاد فيها مؤسسات وكل مؤسسة خص يدير الدور ديالها. إلا قلنا مكتب الصرفي خص يدير الدور ديالو، إلا قلنا الشرطة خص يدير الدور ديالها، الدار كيدير الدور ديالو، العمالة دير الدور ديالها، كل واحد خص يدير الدور ديالو. وإلا كانت النقابة كلها مطلوب لها تواجه هذا الشيء كل شيء، أعتقد علاش الآخرين كاين. إذن على ذكر الأدوار، السراقي الكرة في يد من في قضية أزمة سمير؟ واش كتشوفوا جدية في حكومة بن كيران في حل الأزمة؟ وبصراحة ربما تكملة لهذا السؤال اللي طرحتي الأستاذ الجناني حول النقابات وهل لها القدرة الكافية وهل استطاعت كنت تدور تلعبها النقابة والحركة النقابية والنقابات باش حل حالات هذا المشكل ديال سمير. فعلا الجواب هو هذا، هو انه بالنسبة للنقابات ما يمكن تلعب الا الادوار ديالها، كاين مؤسسات اخرى هي اللي خاصها تلعب الدور ديالها. صميم ديال افتجاه ديال السؤال ديالك ديال الحكومة هي مؤسسة اساسية في الدولة، هي القرار السلطة التنفيذية هي التي تنفذ، هي اذا اهم دور منتظر الان اللي خصو يتلعب هو الدور ديال الحكومه في هذه الازمه. المؤسسات الاخرى يمكن كلها لعبت دور ديالها بشكل او باخر، لكن الحكومه باين وحكومة بما انك ذكرتي بن كيران، حكومه بن كيران تتكف حقيقه بانه تخرج وتطرح وتحل وتدخل التدخل اللي من شانه يعالج ويحل المشكل. مازال ما لبسناش جديه حقيقه فانه ان الحكومه ديال بلادنا يمكن هذا الدور ودور اللي كينسجم مع طبيعه ديال هذه المعلمه. هذه راه ماشي شركه بحال اي شركه من الشركات، هذه راه معلمه وطنيه. هذه جات في البدايه ديال الاستقلال ديال المغرب.